كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروا. سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. هل نعلم ما أكثر أمر يدخل الناس الجنة يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق من أعظم الأمور التي تدخل الناس الجنة، هي من الأمور السهلة والتي يحبها البشر ويألفها الناس، ومع هذا هي من أكثر أسباب دخول الناس جنة عرضها السماوات والأرض. الله عز وجل لما وصف المؤمنين بأنهم يسارعون في دخول الجنان وأمرهم بالمسارعة إلى دخول الجنة، وصف أهل التقوى الذين هم أهل الجنان، وجاء في أوصاف: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أي أنهم أصحاب أخلاق، هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة صوامة قوامة، يعني ما شاء الله عليها تصوم، ما شاء الله عليها تقوم الليل، لكن أخلاقها سيئة، تؤذي جيرانها بلسانها، ماذا حكم النبي عليها؟ قال: لا خير فيها، لا خير فيها، هي من أهل النار، لأنها ما فهمت أن هذا الدين دين أخلاق، دين معاملة. حتى الصلاة إذا ما كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر ما كانت صلاة حقيقية. فعلت هذه العبادات لتحسن أخلاقنا وتزكي أنفسنا وتحسن معاملتنا للبشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث يبين للصحابة: اجتهدوا في حسن الخلق، عمل بسيط، عمل سهل يقربكم من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اسمعوا لهذا الحديث الصريح، قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. يعني إذا تبون يصير الواحد فيكم أحب الناس لي وأقرب مجلسا عندي يوم القيامة، من؟ هل نتوقع قائم الليل؟ هل نتوقع المنفقين؟ هل نتوقع الصائمين؟ لا، قال: أحاسنكم أخلاقا. هؤلاء الناس الذين أحسنوا أخلاقهم مع البشر، هؤلاء أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسن الخلق مع البشر، بل إن الله عز وجل وصفه فقال: وإنك لخلق عظيم، أي عندك خلق لا كغيرها من الأخلاق في البشر، أخلاقك عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحي أن يفعل الخطأ أو يفعل المنكر، بل عصمه الله عز وجل من هذا كله. بل كما قال أحد الصحابة في أوصاف رسول الله: أشد حياء من العذراء في خدرها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يضرب أحدا أبدا، ما ضرب إلا في معركة في حرب، ما ضرب لا خادما ولا امرأة ولا أحدا من الناس، بل كان كفه ألين من يوم من الأيام، انظروا الأخلاق، يوم من الأيام أحد الناس تو أسلم، جاء دخل في الصلاة مع الصحابة ما يدري، أحد الصحابة عطس فشمته، يرحمك الله، ما يدري شمت هذا الصحابي، ما يدري أن الصلاة ممنوع فيها الكلام. فإذا الصحابة يضربون بأفخاذهم يعني أسكت، فإذا به يتكلم أكثر، قال: واثك لأمياه، خرب صلاته وأزعج الناس في المسجد، بعد الصلاة خايف. أول ما انتهت الصلاة ناداه النبي ليجلس عنده: يا الله، يقول: ما معلما قط خيرا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني
قال لي تلك الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، أخذ يعلمني الصلاة. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله وصفه فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تريد جنة عرضها السماوات والأرض؟ أحسن خلقك مع الناس، من أساء إليك فأحسن إليه، من أغضبك فلا تغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستوصيه، قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. ثالث مرة يقول: أوصني. قال: لا تغضب. هذه أفضل صفة يتصف بها المؤمن، الحلم. بل وصف النبي أهل الجنة فقال: كل قريب هين لين. هؤلاء أهل الجنان، ناس هينون ناس لينون. عمر بن عبد العزيز يوم من الأيام كان في المسجد، في مسجد المدينة، يسير معه بعض أصحابه في الليل، كان في واحد في المسجد نايم، ما شاف عمر. عمر كان الخليفة أمير المؤمنين، مشى في المسجد ليلا وما رأى هذا الرجل النائم، فإذا به يطأ على رجله، داس على رجله. فقام الرجل النائم فقال لعمر الخليفة، قال: أمجنون أنت؟ ما تشوف؟ أنت مجنون؟ فرد عليه عمر وقال: لا، لست بمجنون، ومشى. فقال له أصحابه: يسبك؟ يشتمك؟ قال: لا، ما سبني. سألني: أمجنون؟ قلت له: لا. والكاظمين غيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا أبو ذر الغفاري يوم من الأيام رأى بلالا فإذا به يتغاضب مع بلال، يعني أبو ذر الغفاري مع بلال صار بينهما خلاف، فقال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء. كلمة قاله معصب. فلما سمعها النبي قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. في شرعنا ما يجوز نستهزئ على واحد، نشتمه حق، لا يسخر بعضكم، لا يسخر قوم من قوم. فذهب أبو ذر يستسمح من بلال، فإذا بلال يسامحه، فوضع أبو ذر خده على الأرض وقال لبلال: ضع رجلك على خدي. قال: ولما؟ قال: أريد أن أهين نفسي ليغفر الله لي. انظر لأخلاق المسلمين، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تريد الأجر؟ تريد الفضل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الضمان، يقول: أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، في فناء الجنة، لمن ترك المراء، النقاش والجدال وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. شوف الصدق، أخلاق. وببيت في أعلى الجنة، لمن يا رسول الله؟ قال: لمن حسن خلقه وعباد الرحمن. انظر إلى صفاتهم: الذين يمشون على الأرض هونا، تواضع ولين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا يردون عليهم بسب ولا شتم ولا إهانة ولا لعن، لا يردون إلا بكلام مسلم من الفواحش. هذه أخلاقهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف أهل الإيمان فقال: المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن سمح، رجل تألفه مباشرة، سمح في بيعه، سمح في شرائه، سمح في قضائه، في اقتضائه، سمح مع أهله، سمح مع جيران الناس. هذا من ضيافة، كرم الضيافة من أهم أبواب حسن الخلق. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، عنده ما عنده طعام، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيوت زوجته ولا بيوت أزواجه، ما عندهم طعام. فسأل النبي أصحابه: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. هو ما يدري، ما يدري في بيته في أكل ولا ما في أكل، فأخذ هذا الضيف وراح بيته. فسأل زوجته: عندنا طعام؟ قالت: ما عندنا إلا طعام الأولاد، ما في عشاء، البيت كله ما في أكل إلا عشاء مسويته للأولاد. قال: نوميهم، علي ونوميهم. نومت الأطفال بلا، عندنا ضيف،
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال نوميهم نومتهم، فإذا به هو يجلس على طرف مع زوجته ما أكل شيئا، ثم جاء بالطعام لهذا الضيف فشبع وأكل ونام. وفي الصباح قال النبي وهو فرح، قال إن الله قد عجب من صنيعكما البارحة، وأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حسن الخلق من أعظم الأعمال والفضائل التي تنجي صاحبها من النار وتدخله جنة عرضها السماوات والأرض. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. كشف عن أسرار حياته، أفراحه وأحزانه، صداقاته وأشعاره، وأعجب طرائفه وأسفاره. الدكتور عائض القرني يتحدث من القلب في قصة حياة مع الأستاذ عبدالله المديفر. يأتيكم على الرسالة. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. حسن الخلق يدخل الإنسان الجنة، يحرمه على النار، يجعله قريبا وحبيبا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. حسن الخلق من أحب الناس لرسول الله وأبغض الناس لرسول الله وأبعدهم منهم مجلسا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. قال الصحابة يا رسول الله عرفنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون، الذي يتكبر على خلق الله عز وجل. هذا بعيد من رسول الله يوم القيامة، بل بغيض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يأمر بالعدل، الله يأمر بالإحسان إلى الناس، الله ينهى عن الفحشاء، الله ينهى عن البغي والظلم للناس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابيا اسمه الأشج ابن عبد قيس، صحابي من الصحابة فيه أخلاق جميلة، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه، قال إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. ما تلك الخصلتان؟ هل كانت صلاة وصياما وقرآنا؟ لا، كانت صفتان في الأخلاق الحسنة. قال الحلم والأناة. كان حليما، كان رفيقا بالناس، كان متأنيا بالأعمال لا يستعجل بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يبول في المسجد، فهم الصحابة به، فجاء النبي وقال دعوه يتم بوله، لا تزرموه، لا تضايقوه، مع أنه يبول في المسجد. لكن النبي منع الصحابة عن إيذائه، فلما انتهى علمه أن المساجد
لا يجوز فيها ما فعلت، إنما بنيت للصلاة والقرآن والذكر. من شدة حب هذا الأعرابي لرسول الله سحره النبي بحسن خلقه، وإن من البيان لسحرا، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي، ضحك النبي وقال: لقد حجرت واسعا. إنها الأخلاق أدخلت الناس في دين الله عز وجل. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ابن لرسول الله من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب، يسمى زين العابدين. كان يمشي مع أصحابه يوما فإذا برجل يعترض طريقه فيسبه ويشتمه، وزين العابدين ساكت. هم الناس به فقال لهم: علي دعوه اتركوه. فلما انتهى من سبه وشتمه جاءه زين العابدين وقال له: ما ستر عليك منا، يعني في عيوبنا أكثر مما ذكرت، يعني أنا فيني من العيوب أكثر مما ذكرت، وإن كانت لك حاجة أعناك عليها. فاستحى الرجل، خجل الرجل من نفسه، فخلع زين العابدين خميصة عنده فأعطاه إياها، ثم أمر له بألف درهم. فإذا بالرجل يقول: أشهد إنك من ولد رسول الله، أشهد إنك من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها الأخلاق تغير أطباع الناس. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الأخلاق تغير أطباع الناس، تغير المجتمعات، تجعله متآلفا متماسكا. يمر الواحد منا في الطرقات بالأسواق، إن رأى أكبر منه سنا احترمه لسنه، وإن رأى أصغر منه سنا عطف عليه ورحمه. هكذا المسلمون في تآلفهم وتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد، أخلاقهم تجعلهم كمثل الجسد. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. نحن مأمورون بحسن الخلق، من أعظم الفضائل الضيف. ليس منا من لم يكرم ضيفه، إكرام الضيف من الإيمان. انظروا لإبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم الخليل لما جاءه ثلاثة من الملائكة على صورة بشر، جبريل وميكائيل وإسرافيل، لما جاءه الثلاثة إذا به يضيفهم، ثم يذهب إلى بيته وداره فيذبح عجلا ويطبخه ويشويه ويقربه إليهم. إكرام الضيف من الأخلاق، بل سمي إبراهيم الخليل أبو الضيفان. ليس هناك رجل يكرم ضيفا كإبراهيم الخليل، لم يمر عليه يوم إلا ويستضيف ضيفا في بيته فيكرمه. تعرفون لما؟ إنه حسن الخلق. بعض الناس عند صيام رمضان لكن قليل النوافل في الصيام، بعض الناس يصلي الفرائض الخمس لكن لا يكثر من النوافل، فيتحسر، يتحسر غيره يقيم، غيره يصوم وهو لم يبلغ هذه الدرجات. تريد هذه الدرجات؟ إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يا الله، يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أهل الإيمان والكاظمين الغيظ. سأل النبي أصحابه يوما: من الشديد فيكم؟ قالوا: الذي يصرع الرجال، هذا القوي. قال: لا، الشديد في أمة الذي يملك نفسه عند الغضب. حلم، رفق، أناة، هدوء، ابتسامة، بشاشة، طلاقة وجه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول عبد الله بن سلام
رضي الله عنه قبل إسلامه، يقول رضي الله عنه لما هاجر النبي إلى المدينة وكان يهوديا، يقول أول ما نظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أنه ليس بكذاب، وجهه يدل على أخلاقه وعلى تعامله مع الناس. أعظم وأثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، فلنتخلق بأحسن الأخلاق نجتمع مع النبي في الجنة بإذن الله عز وجل. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. أرض ضاعت ونا تاريخ على أطلالها. اليوم نتباكى على هذا الفردوس المفقود، ونريد أن يرجع هذا الفردوس المفقود من جديد. نذكر بالدمع رجالا. بقي ابن مخلد الشاطبي المقرئ، ابن حزم الظاهري، عبد الرحمن الداخلي، ابن جبير الأندلسي، أبو الحكم المنذر. هم شموس الدنيا وأقمارها، افتخرت بمثل الأندلس وحق لها أن تفتخر. الدكتور محمد موسى الشريف وأغلى جواهر الأندلس. وخلفي طبعا هذا القصر العجيب الذي يحكي مآثر المسلمين في الأندلس. في شخصيات أندلسية، شخصيات أندلسية، وما أكثر هذه الشخصيات وما أعظمها. يأتيكم على الرسالة. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. من فضائل الأعمال في ديننا الحنيف، ومن الأشياء التي يؤجر عليها العبد لو احتسب الأجر عند الله، الابتسامة. من يصدق أن من يبتسم يؤجر عند الله جل وعلا؟ بل الابتسامة صدقة من الصدقات، مثلما ينفق الإنسان ديناره ودرهمه وأمواله في سبيل الله، ابتسامته للخلق يؤجر عليها لو احتسب الأجر عند الله. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بساما كثير الابتسام، وقال لأصحابه: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي بوجه بشوش، بوجه فيه ابتسامة وفرح تدخل السرور فيه على قلب أخيك، هذا من الأجر عند الله عز وجل لو احتسبه الإنسان. ويقول الصحابي: كنا نصلي الفجر في المسجد ونجلس ويجلس النبي معنا إلى طلوع الشمس، وكنا نتذاكر أمور الجاهلية. شوفوا أحيانا بعد الفجر يتذاكرون أمورا في الجاهلية، يقول: فنضحك ويبتسم معنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هم يضحكون وهو يبتسم، وكان أكثر ضحك النبي ابتساما، وكان أحيانا يضحك حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم. كان يمزح لكن لا يقول إلا حقا. يوم من الأيام رأى أحد الصحابة ممن يحب المزح ويحبه النبي كثيرا، فمسكه من ورائه وقال للناس وهو في السوق: من يشتري مني هذا العبد؟ من يشتري مني هذا العبد؟ النبي يضحك مع هذا الصحابي، فما أجمله من موقف وما أحلاه من منظر. والصحابي ينظر إلى النبي ويقول وهو يضحك: إذن تجدني يا رسول الله كاسدا، يعني ما حد يشتريني، أنا رجل من يبيني؟ فقال النبي وهو يضحك صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لكنك عند الله غال، لكنك عند الله غال. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات العلى، ما مر على ملأ من الملائكة إلا كانوا مبتسمين، إلا كانوا مبتسمين، إلا ملكا واحدا وهو خازن النار. حتى تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل الملائكة كانت تضحك وتبتسم إلا ملك واحد وهو خازن النار. فأخبره جبريل بأن هذا الملك لم يضحك قط منذ أن خلق الله عز وجل النار. هكذا كان الملائكة يضحكون ويبتسمون. رأى النبي ميكائيل بعد معركة بدر لما قضي على المشركين وانتصر المسلمون وجاهدت الملائكة، جاء ميكائيل إلى رسول الله
فرآه النبي ضاحكا فابتسم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ديننا ليس دين هم وغم وحزن، بل ديننا دين السرور، دين الابتسامة. يقول جرير: والله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مبتسما، ما رآني إلا مبتسما يضحك النبي يوما لخبر يخبر به الصحابة عن مشهد من مشاهد يوم القيامة. تخيلوا مشهد من مشاهد يوم القيامة يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي مشهد هذا؟ يقول النبي: يؤتى بالعبد يوم القيامة، العبد المؤمن، فيقول الله على لملائكته، يقول: أخفوا عنه كبائره، الكبائر من الذنوب أخفوها، وأظهروا له الصغائر، فقط الصغائر، فتعرض له الصغائر فيظن أنه قد هلك، صغائر كثيرة، فيظن العبد أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل: يا عبدي يا عبدي قد أبدلتها لك حسنات، كل هذه الذنوب الصغيرة قد أبدلتها لك حسنات. فيقول العبد لما يشوف الأمر أن السيئات تنقلب حسنات يذكر الملائكة ويقول لربه عز وجل: يا رب يا رب، لي ذنوب من الكبائر لم أرها هنا، ما شفتها، لأنه يريد أن تتبدل إلى الحسنات أيضا. فيضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوم من الأيام النبي يخبر الصحابة أيضا عن خبر في الجنة، وإذا بأعرابي من أهل البادية يرعى الغنم، وعنده من الإبل وعنده من الحيوانات ما يرعاها، وكان جالسا يستمع لهذا الخبر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: إذا كان الناس في الجنة، أهل الإيمان في الجنة، يأتي المؤمن إلى ربه عز وجل يشتهي شيء في الجنة، ما يشتهي؟ يشتهي أن يزرع، الحدائق موجودة والجنان موجودة، لكن يشتهي ذلك العبد أن يزرع بنفسه، يبذر ويحرث ويسقي ويخرج النبات، اشتهى لهذا الأمر، فيأتي إلى ربه يطلب هذا الطلب، فيقول الله عز وجل: ولك ما شئت، يعني كل شيء الآن اشتهيت. قال: يا ربي لكنني أشتهي الزرع. فيعطيه الله عز وجل البذر ليبذره ويزرع. فقام الأعرابي وقال: يا رسول الله، قال: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، يعني من أهل المدينة. قال: أما نحن فنحن لا نريد الزرع، نحن نحب رعي الغنم والإبل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، كان بساما، كان يحث الناس على الابتسامة، كان يشجع على إدخال السرور في قلوب بعضهم البعض، كان يدعو لطلاقة الوجه حتى مع غير المسلمين. لما جاء خالد بن الوليد يريد الهجرة إلى رسول الله، إلى الآن ما أسلم، استقبله النبي بوجه طلق، بوجه بشوش، كان يبتسم، كان يبش في أكثر أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم. يوم من الأيام مع زوجته سودة دخلت عليهما عائشة رضي الله عنها، فجلست وبيدها طعام صنعته، صنعت عائشة طعاما من دقيق وسمن، طعام جيد صنعته عائشة، فقالت لسودة: كلي منه. فقالت سودة: لا أريد، والنبي بينهما. قالت: كلي. قالت: لا أريد، هكذا تمزح مع عائشة. قالت: كلي وإلا لطخت به وجهك. قالت: لن آكل. فأخذت عائشة شيئا من هذا الدقيق والزيت فوضعته في وجه سودة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسودة من باب العدل، قال: خذي منه ولطخي به وجهها. فلطخت وجه عائشة، فجلس الثلاثة يضحكون. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع أهل بيته، كان بساما، كان يمزح ولا يقول إلا الحق، كان بشوشا، كان ذا وجه طلق، مع أنه ينزل عليه آيات ثقيلة ووحي عظيم، ومع هذا كان يبتسم. ابتسم لما أنزل الله عليه والضحى والليل إذا سجى، ابتسم لما أنزل الله عليه إنا أعطيناك الكوثر، ابتسم لآيات كثيرة نزلت من القرآن. نعيمان معروف من أصحاب النبي، يحب الضحك والمزح الكثير، بل المزح الثقيل. يوم من الأيام سافر مع أبي بكر وبعض الصحابة، أبو بكر في الشام، غادر أبو بكر الصديق يريد أن يقضي حاجة له، وبقي على الزاد على الطعام رجل اسمه سويط من أصحابهم. فقال نعيمان:
أريد أن آكل، قال لا حتى يرجع أبو بكر. قال أعطني شيئا، قال لا أنا مسؤول عن الطعام. غضب نعيمان فذهب إلى قوم من الأغراب، قال عندي عبد سأبيعكم إياه، تشترون؟ قالوا نشتري. قال لكن بشرط، عبدي هذا يتكلم، يحب الكلام، يتكلم بكلام لا تصدقوه، سيقول لكم بأنني لست عبدا لكن لا تصدقوه، لا تصدقوه، هو عبد يقول هذا الكلام. فجاء الناس إلى سويط وكان جالسا عند الطعام، قال هذا عبدي تشترون؟ قالوا نشتري. فأخذوه وربطوه وهو يقول لست عبدا لست عبدا، ونعيمان يضحك. وأخذوا هذا الرجل ومشوا به، فلما جاء أبو بكر وأخبرهم بالخبر أسرع أبو بكر إلى الناس يرجع سويطا، ولما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي بما فعل نعيمان، فضحك النبي وضحك الصحابة وضحك الكل من هذا المزح الذي كان يمزحه أصحاب النبي، والنبي معهم يضحكون ويبتسم. ابتسامتك صدقة، لا تكن مكفهر الوجه، لا تكن غضوبا، لا تكن عابسا، بل ابتسم لخلق الله عز وجل، تؤجر على هذه الابتسامة. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتقبلوا.